الموقع. لا الصراحة طب ليه؟ هي مرجع معاكوا يعني، احنا بدأنا تاني اهو، هي مرجع معاكوا يعني، لو احتجتوا اي حاجه في جزء انتوا مش فاكرينه يعني مش متذكرينه من الحصه، ادخل واتفرج. تمام. ناخد بقى النهارده عشان عايزه الحق اخلص النهارده المجاز لو قدرت ربنا وعنا يعني. عندنا السببيه وعندنا المسببيه، ادي اتنين عكس بعض زي الجزئيه والكليه. ايه السببيه؟ من اسمها كده بنذكر فيها السبب واحنا عايزين المسبب، يعني انا بقول النتيجه وبشيء واكون قصده بيها اللي عمل ده او اللي قام بالفعل ده. زي ايه؟ لاخي علي اياد كثيره. الايادي هنا المراد بيه ان هو بيحط ايديه عليا تمام، ولا هو ليه فضل كبير عليا؟ ها، هو ليه فضل كبير؟ ليه فضل كبير عليا. يبقى هنا ايه؟ اردنا المسبب اللي هو اللي ايه؟ اللي ادالنا كل هذه الافضال والنعم، فانا اخذت منه الايه؟ اليد. اخذت منه ايه؟ الايادي، تمام؟ اللي هي السبب في الفضل او النعمه اللي انا اللي هو عملها لي، تمام؟ تمام. انا كده قصدت الايادي، يبقى انا كده قصدت الايادي ولا قصدت صاحب المنه والفضل؟ صاحب المنة والفضل. اه، يبقى عشان كده انا اقصد السبب ولا المسبب؟ المسبب. اهو تمام كده. يبقى لا، السببيه ان انا قصدت اللي هو السبب في ان انا بقى عندي افضال كثيره، تمام؟ ده هنا علاقته السببيه. يبقى ذكرنا السبب، انا ذكرت السبب، فهمت يا احمد؟ احمد، انا ما ذكرتش تمام المسبب، تمام فعشان كده قلت ده السبب. يبقى العلاقه هنا السبب، انا بقول العلاقه اللي مكتوبه، فهمت يا احمد؟ انا قلت العلاقه اللي مكتوبه زي فوق هنا، انا قصده شويه ميه بس انا قلت ماء النيل، يبقى هنا كليه ولا جزئيه؟ بهنا كلية. كليه. انا لما ذكرت الكل يبقى ده اللي انا بقصده، وفوق لما ذكرت الجزء هو ده اللي انا بقصده، فانا ذكرت السبب وما ذكرتش المسبب، يبقى العلاقه هنا السببيه، تمام؟ تمام. تمام. تعالوا بقى كده نشوف عكسها، بذكر المسبب ونريد السبب. امطرت السماء رزقا، اه ايه اللي نزل؟ الرزق، تمام. طب مين السبب؟ ها، مين السماء. السبب؟ المطر، تمام. تمام. اه، المسببيه اللي هي كان بسببها المطر، مين السبب؟ المطر. المطر لما نزل على الارض جاب رزق، تمام. يبقى في العلاقه دي، يبقى العلاقه دي مسببيه ولا سببيه؟ جالي النتيجه، النتيجه شايفه، اه وسبنا السبب، يبقى دي المسببيه، خلاص. يبقى عندنا هنا السببيه عكس المسببيه، والكليه عكس الجزئيه، تمام. يبقى نقرا كده مع بعض. تمام. نعم يا شاذ، بقول تمام يا يوسف. ذكرنا المسبب اللي هو الايه؟ الرزق، واردنا السبب اللي هو الايه؟ المطر. هو الرزق بينزل من السماء يا اولاد؟ لا طيب، ولا هو اللي بينزل من السبب المطر فبيبعت لنا الرزق؟ بينزل المطر. ايوه، يبقى انا قصدي المطر ولا قصدي الرزق؟ قصد رزق. قصدي المطر، ماشي، لكن اللي قدام الرزق، وعشان كده هو بيجيب لك يا محمد او يا محمد او يا احمد اللي بيتكلم، تمام، هو بيجيب لك الكلمة اللي هي مدارية، يعني المقصود بيها حاجة تانية، تمام؟ أنا مش فاهم. ما هو ال... ما وصلت؟ يعني لما قال طب لك أداة تانية بس عشان ما متلخبط بين الاتنين. مثال بسيط، أنا لما قلت الجزئية قال لك العيون ما قالش الجواسيس، تمام؟ تمام. أنا قصدت العيون ولا قصدت الجواسيس؟ قصدت الجواسيس. بس أنا جبت مين؟
العيوب. يبقى انا هقول العلاقه على اساس العيون ولا على اساس الجواسيس؟ على أساس العيوب. برافو عليك. طيب هو لما قال لك هنا الرزق، تمام، هو السبب الرزق ولا السبب المطر؟ السبب المطر. يبقى انا هقول العلاقه على اساس الرزق ولا على اساس المطر؟ على أساس الرزق. بالظبط. يبقى هتبقى في الحاله دي سببيه ولا مسببيه؟ هتبقى مسببية. بس وضحت؟ تمام. وضحت كده؟ تمام. يبقى احنا خدنا دلوقتي 4 علاقات، ها، كليه، جزئيه، جزئية، سببيه، مسببيه. كلية، سببية، مسببية. طيب تعالى بقى نشوف فيها الحاليه والمحليه. بص يا سيدي، وفيها نصب ما الحال الحال ليا؟ الايه؟ الحال ليا تك المره على واحده اللاب. كان في واحدة الحاليه تانية اللي هي الحالية. المصدره المكان، مش الحال اللي هو الحاله، تمام؟ يبقى الحاليه، انا قلتها كده يا ابني والله، ها، وفيها نذكر، ها، الحال اي المقيم بالمكان، الانسان اللي بيحل في مكان، او يعني اللي انت المكان اللي انت بتحل فيه، ونريد المحل وهو المكان، تمام؟ ازاي؟ اني نزلت بكذابين ضيفهم، عن القرى وعن الترحال مخدود. ها، إني نزلت بكذابين ضيفهم، عن القرى وعن الترحال مخدود. ذكرنا الحال اللي هو الكذابين، وأردنا المحال اللي هو الديار، لأنك لا تنزل ضيفا بالكذابين، وإنما تنزل ضيفا بالديار التي يسكن فيها الكذابون. إيه رأيكم؟ تمام. ولذلك فإن الكذابين نجاز مرسل عن الديار علاقتها الحالية. بص، هو مين اللي أحل في اللي أحل بالدار؟ مين اللي قاعد في الدار؟ مين؟ قصده هنا مين؟ ها؟ ها؟ مين مين؟ الكذابين. كذابين بقى كذابين. ايوه تمام كده. طيب هو هنا اراد الكذابين ولا الدار اللي نازل فيها الكذابين؟ الدار اللي نازل فيها الكذابين. طيب يبقى برضه نفس الحكايه، هو قصد هنا العلاقه الحاليه بالكذابين ولا بالديار؟ هو قصده الناس اللي هو نزل عليهم، تمام، كذابين. يبقى الكذابين. اتفهمت كده؟ فهو جابهم مجاز مرسل عن الديار اللي هو نزل فيها، تمام؟ طيب عكسها المحلية، وفيها نذكر المحل ونريد الحل، مثل ايه؟ دعوت فصلي لحفل عيد الميلاد. هو انا شلت الفصل بحطانه بتخته بصبرته وقلت له تعال احضر عيد الميلاد، لا طبعا، انا قصدي ولا على انا الطلاب، قصدي هنا التلاميذ اللي جوه الفصل؟ تلاميذ جوه الفصل. يقول لك ده انا عزمت الفصل كله، اكيد انا عزمت التلاميذ، ما عزمتش التخت يعني، تمام. يبقى ده العكس، هو في المره اللي فاتت قال ايه؟ بكذابين، انا نزلت بكذابين، انا نزلت بعلم ببخلاء القوم، تمام. نزلت يعني في ناس بقى دي ديارها بخيله، يبقى انا نزلت على ديار او على مكان فيها ناس بخل، تمام. يبقى هنا فوق تمام. الحلية وتحت المحلية، الحلية اللي هم قاعدين في المكان، المحلية اللي هو المكان بس أنا قصدي بيه اللي قاعدين في المكان. وصل كده؟ يبقى عندنا أهو 6 جزئية وفهمناها، كلية فهمناها، سببية، مسببية، حلية، محلية. خلاص كده؟ تمام أسهل يا مس. واحدة بقى نمرة 7 وثمانية، باعتبار ما كان وباعتبار ما سيكون. يلبس المصريون القطن، يلبس المصريون القطن، وفيها نذكر ما كان ونريد ما سيكون. هو أنا بجيب القطن من الأرض
احطه على جسم الزقه يتلبس يبقى ملابس؟ لا لا طبعا. امال هو قصده ما كان ان هو كان زرعه وبعدين انا خدت منه وعملت لبس قطنيه، تمام؟ يبقى هنا ذكرنا ما كان القطن واراد، ذكرنا ما كان القطن واردنا ما سيكون اللي هو الملابس القطنيه. ما كان كان قطن، ما سيكون اتحول لملابس قطنيه، تمام؟ ولذلك فإن القطن مجاز مرسل عن الملابس القطنية علاقة اعتبار ما كان، تمام؟ تمام. لا نيجي بقى لما سيكون، وفيها نذكر ما سيكون ونريد ما كان. إني أراني أعصر خمرة، هو الخمرة بتتعصر؟ هي خمرة بتتعصر؟ يا لا بتبقى في هو الشارع. ايه اللي قصده بيتعصر العنب بيطلع منه الخمره؟ معرفش. باعتبار ما العنب. كان لا ما سيكون. ازاي ها بعد قصده على الخمره؟ العنب. لا ما هو احنا ثاني يا احمد، انت ذكرت اللي سيكون وانت ذكرت اللي كان، فوق ذكرت اللي كان وفوق وهنا ذكرت اللي سيكون، تمام تمام؟ العنب لما بيتعصر هيبقى خمر، يبقى سيكون، تمام كده؟ يبقى دي اعتبار ما كان القطن اتحول بقى ملابس، ما سيكون الخمر كان عنب، العكس العكس، تمام؟ بس كده. يبقى دول الثمانية دول الأوائل عكس بعض، ها؟ كلية جزئية، سببية مسببية، حلية محلية، اعتبار ما كان اعتبار ما سيكون. أنا عايزة أقول لكم، أنا بقول لكم الكناية سهلة، والله والله أسهل جزء ممكن يجي في البلاغة المجاز المرسل، بس لو فهمنا كويس العلاقات، تمام؟ لأن أسئلته تمام. تبقى أوضح، أنا شايفة كده، تمام؟ يلا. الزمانية، وفيها نعبر بالزمان ونريد الموجود في ذلك الزمان. نهارك سعيد، هو أنت ليك نهار لوحدك؟ مش بتاع حد تاني؟ لا طب تمام، يبقى أنا أقصد النهار عموما ولا نهار الشخص ده؟ أو أنا عايز الشخص ده أقوله زي يعني شخص يبقى هو هنا ذكر الزمن ولكنه يريد الشخص. صباحك فل. صباح الفل عليك انت بقى، مش على انا الناس. مسكت مثل الفل عليك انت يا شوشو، تمام؟ يبقى هنا ايه، نهارك سعيد، يبقى ذكر الزمان اللي هو النهار ونريد الشخص ذاته لان النهار ده زمن للشخص ده، تمام؟ انا بخاطبه اهو، خلاص تمام. تعالوا بقى نشوف المجاوره، وفيها نعبر بالشيء ونريد ما يجاوره ويلاصقه. عودوا الى مصر غوصوا في شواطئها، هو احنا بنغوص في الشاطئ؟ في ناس لا عميقة في البحر. بتعوم في الشط، عارفينهم؟ مين دول؟ أكيد في ناس محدش بيقوم في معانا، الشط. أكيد في ناس بتعوم في الشط، بس أنا هعرفهم يعني هعرفهم، تمام؟ يبقى هنا إيه؟ في ناس بتعوم في الشط، ولا أنت مقصود في الشاطئ الجزء الملاصق للشاطئ؟ تقول إيه؟ أنا رايح الشط، أنا نازل، أنا نازل أقعد على الشط، تمام؟ أو نازل الشط، أنت هتنزل الشط ولا هتنزل المية؟ انزل المي. يبقى انا كده المجاوره، المجاوره اللي هو الميه الملاصقه للشاطئ، تمام كده؟ يبقى انا قصدي ان انا رايحه البحر، هغوص في البحر. هو حد وفي حد بيغوص في الشاطئ؟ طب بلاش نقول بيعوم، كمان بيغوص، في حد بيغوص في الشاطئ؟ لا هيقف في رملة. لا يبقى دي مجاوره. يبقى هنا ذكرنا الشواطئ ونريد المياه لعلاقه المجاوره، تمام؟ تمام اللي فات ده تمام كام يا اولاد؟ يبقى دي العلاقه رقم كام؟ دي 10. العشرة. 10 تمام؟ تمام تمام. تمام نيجي للآلية، وفيها نعبر بالوسيلة ونريد من يستخدمها. وإن ضارت بهم خيل الأعادي ونادوني أجبت متى دعيت. خلي بالكم أنا النهاردة بس عشان الوقت اتأخرنا، انا عمال اقرا بس في الامثله اللي معانا دي، انا بشرح. المره الجايه انا هجيب امثله جديده وامثله من يعني متحرره وهنطبق عليها،
احنا بنشرح النهارده لازم تمام. تطبق، تمام؟ طيب بس انا بشرح بس النهارده، وعايزاكم تذاكروها وتحفظوا بس العلاقات، واحنا ميعادنا بعد بكره مش بعيد، تمام؟ يلا. تمام. وان دارت بهم خيل الاعادي، هي خيل الاعادي اللي بتدور، ولا بتدور لا لوحدها ولا في حد يعني فارس عليها؟ الجنود. الجنود. يبقى هنا قصده بالخيل الجنود، يبقى الآلية الوسيلة اللي بيستخدمها الجنود في الحرب، تمام؟ هي الوسيلة التي يستخدمها الجنود في الحرب. وإن دارت بهم خيل طب الأعادي، انا ليه ما قلتش نشبه الجنود بالخيل؟ لا لا لا، دارت بهم خيل الأعادي زي أرسلنا عيون. مين اللي دارت؟ هي الخيول بتدور، لا تمام؟ اهو، يبقى قصده بيها الايه؟ جنود الاعادي، تمام. تمام؟ هو ما شبهش هنا الجنود بالخيل، هو جاب الوسيله اللي بيستخدمها او الاله اللي بيستخدمها الجنود في الحرب. تمام. سر جمال المجاز المرسل ايه؟ الايجاز والدقه في اختيار. شايف الكلام كله بيتكلم في اختيار الايه؟ العلاقة انت هتعرف تطلعه، المشكله بتاعتك ان انت تقدر تحدد كويس قوي العلاقه هي ايه. مجرد ان احنا نعرفهم النهارده واحنا فتحناها وراجعنا عليهم وعرفنا ده ايه وده ايه وده ايه وشرحناهم، عايزاكم بس تحفظوا وتقروا معايا، وانا حبس جزء صغنن تطبقوا عليه، والمره الجايه هنحل كتير. خلاص؟ تمام. انت عندكم حصه دلوقتي ولا لا؟ لا انا نفسي خلص. تمام. وانا يعتبر خلصت، لان انا بعد كده خلاص علاقه المجاز المرسل محدد بحسن المذكور وليس اهو. شفت يا احمد؟ احمد شايف دي اهي؟ نعم. تنويه من كتاب الامتحان، عمو بتاع الامتحان جاي لحضرتك وبيقول لك ذات نفسك، ماشي؟ يقول لك ايه؟ علاقه المجاز المرسل تحدد بحسب المذكور وليس الايه، المراد يعني اللي مكتوب لكن مش الايه، المفهوم. فإذا ذكرنا الجزء وأردنا الكل بتكون جزئية، وهكذا. تمام؟ تمام. في عندنا هنا فرق ما بين المجاز المرسل والاستعارة. شفت أنت لسه بتقول لي يا ابني شو والله أنت ابن حلال أهو. الفرق بين المجاز المرسل والاستعارة الإيه؟ التصريحية. في الاستعارة التصريحية المشابهة، أنا لسه قايلاها، العلاقة في الاستعارة التصريحية المشابهة، يعني فيه شبه بين اللفظ الموجود والمقصود، فيه شبه ما بين اللفظ الموجود والمقصود. لما نقول إيه؟ ارتديت القطن، إيه الشبه اللي بيني وبين القطن يعني؟ في حاجة شبه بيني، في علاقة بيني وبين القطن؟ ولا المراد بها الملابس القطنية؟ لا بلبس القطن، ايوه، مفيش يبقى علاقة ده بينه مجاز وبينه. مرسل ولا استعاره تصريحيه؟ مجاز مرسل؟ ايوه تمام اهو، ماشي. قال لك هنا ايه؟ رايت الاسود تناضل عن الوطن. الأسود اللفظ اللي الموجود هينزل؟ الاسود والمقصود الجنود، بينهم صفه مشتركه اللي هي وجه شبه ولا لا؟ بينهم مظبوط. الشجاعة. يبقى في الحالة دي هتبقى استعارة ولا تبقى مجاز مرسل؟ ستار. استعارة. بس كده، يبقى لازم يكون بينهم وبين بعض وجه شبه، تمام؟ أهو، شبه الجنود اللي هو المشبه بالأسود اللي هو مشبه به، وحذف المشبه اللي هو وصرح بالمشبه به. لكن عندما نقول خرجت المدرسة، هي المدرسة مشيت، ركبت، حد ركب لها عجل وتحركت، خرجت من مكانها، لا ولا قصده بالمدرسة طلاب المدرسة؟ طلاب المدرسة. طيب في هنا وجه شبه ما بين الطلاب والمدرسة؟ لا ما فيش أي وجه شبه ولا اشتراك، يبقى في الحالة ده مجاز مرسل مش استعارة، تمام؟ تمام. يكون الموجود المدرسة والمراد الطلاب، ولكن ليس هناك وجه شبه بين الطلاب والمدرسة، ولكن هناك علاقة أخرى غير المشابهة، وهي أن المدرسة مكان للطلاب، لذا فهي مجاز مرسل. تمام؟ تمام يلا تمام تعالوا نشوف الفرق، آخر حاجة خالص أهي. ها، تعالوا نشوف الفرق
ما بين المجاز المرسل والتورية. فاكرة وانا كنت بشرح لكم المرة اللي فاتت التورية؟ طيب التورية كلمة ليها معنيين. لما قلت لك الكلب حافظ وأكل العيش بالجبن، فاكر؟ أهي، يبقى التورية كلمة ليها معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، والمراد المعنى البعيد مش المعنى القريب. يبقى المجاز المرسل كلمة يقصد بها كلمة أخرى من غير معانيها أصلا، زي إيه؟ رأيت العين، كلمة العين معناها عضو الإبصار، وأيضا البئر بتاع المية، يبقى كده ليها معنيين. بقت كده تورية ولا مجاز مرسل؟ توري. بالظبط. لكن هنا إيه؟ بدلا من عضو الإبصار، لكن التعبير هنا تورية، لكن أراد بها الكاتب بها الجاسوس كان التعبير مجاز مرسل، يعني ليها حاجتين. تمام؟ لو أنا خدتها عضو إبصار كان التعبير توري، لو قصدت بيها الجاسوس كان التعبير مجاز مرسل. تمام؟ تمام. تمام، بس كده. ده الفرق ما بين المجاز المرسل والاستعارة التصريحية، والفرق ما بين المجاز المرسل والتورية. خلاص؟ نقرأ كويس الكلام ده؟ أظن معانا الكتاب، ولا محتاجين أنتوا عاملين سكرين شوت ولا إيه؟ لا معاد تمام، موجود هراجع على الكلام ده إن شاء الله الفصل الجاي هنحل كتير. تمام؟ تمام يا تمام، يوسف. لان احتمال كبير جدا انا اعمل اختبار، وهو لا هو مش احتمال، هو في اختبار اخر الاسبوع اصلا. الحصة الجاية لا مش يوم الثلاث، هنعمل اختبار اخر الاسبوع. اخر الاسبوع انا هعمل لكم اختبار مثلا على جوجل فورم، تمام، وهبعته، ويبقى قدامكم وقت مثلا من 2 ل 6، من 3 ل 7، تمام، انت تخلص بيها الاختبار وترسلهولي. حلوه كده؟ تمام او على التليجرام ما عادي يعني، فاهم؟ حسب بقى هيبقى مكتوب. بس اشمعنى مس 4 ساعات؟ هيبقى في تعبير ولا ايه؟ لا لا انا قدام، انا قصدي عشان حسب الحصص الفاضيه عندك او الوقت الفاضي عندك، انا اعطيتك مساحه كبيره في الوقت، مش موضوع ان هو كبير. اه تمام تمام؟ تعبير تعبير لو هتدينا تعبير قول لنا علشان نجهز نفسنا، لان في ناس فاشله في التعبير. التعبير ده احنا ما نمشي شويه في المنهج لان احنا اتاخرنا بصراحه. فالمرة الجاية أنا عايزة أديكم يعني نحل شوية، وعايزين ناخد قراءة متحررة كده مرة نحلها مع بعض. تمام ماشي ماشي إن شاء الله بإذن الله. أستودعكم الله، ونتقابل مع بعض المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. يا رب تكونوا فهمتوا. السلام اللي عليكم. عنده أي استفسار أو في حاجة واقفة عليه يرفع إيده. لا شكرا لحضرتك يا بس. العفو شكرا يا مس. حبيبي، مع السلامة. العفو، مع ألف سلامة، مع السلامة. مع السلامة.